بسم الله الرحمن الرحيم. سم الريسين من أخطر السموم النباتية ويستخدم في جرائم القتل، وقد نتناوله بدون علم خاصة الأطفال، إذ يتواجد في شجرة الخروع المعروفة. فما هو سم الريسين وكيف نتجنبه وما هي الجرعات القاتلة؟ فشجرة الخروع تنتشر في كل مكان تقريبا بما فيها الحدائق، وهي ذات الشجرة التي يستخلص منها زيت الخروع المعروف، والذي له استخدامات صناعية وطبية كثيرة. طبعا زيت الخروع يستخلص من البذور بطريقة العصر. نفس البذور تحتوي على ما يسمى الريسين السام، لكن الريسين هذا لا ينحل في الزيت إنما في الماء، لذلك يستخلص الزيت أولا من البذور، وما تبقى بعد العصر يذاب بالماء للحصول على الريسين، والذي يخضع للتجفيف ليصبح على شكل بودرة أو مسحوق أبيض، يستخدم في بعض الأبحاث وفي جرائم القتل، سواء بالملامسة عبر الجلد أو الاستنشاق أو عن طريق الفم أو الحقن الوريدي. فكثيرا ما نسمع عن رسائل أو مغلفات بريدية ترسل لبعض الأشخاص وتحتوي على بودرة أو مسحوق قاتل هو مادة الريسين، إذ أن بودرة الريسين قاتلة حتى عن طريق الملامسة بالجلد، ولكن الريسين عبر الجلد أقل خطورة، كما أن مفعوله ليس سريعا إذ قد يتأخر لساعات. أما في حال استنشاق الريسين فإنه يسبب الوفاة خلال 36 إلى 48 ساعة نتيجة الهبوط في جهاز التنفس والجهاز الدوري. أما في حال ابتلاع مادة الريسين عن طريق الفم فإنها تسبب غثيان وقيء ونزيف في المعدة والأمعاء، يتبع ذلك فشل الكبد والكلى والطحال ثم الموت. وفي حال الحقن الوريدي فإنه أيضا يسبب هبوط في أعضاء الجسم والموت، مع العلم بأن الجرعة القاتلة من 1 إلى 2 ميلي جرام فقط. وخطورة سم الريسين هذه نتيجة انخفاض الجرعة القاتلة وسرعة التسمم به، بالإضافة إلى أن ليس له علاج أو ترياق يوقف تأثيره، مما يجعله شديد التأثير وقاتل خلال فترة قصيرة. ما أنبه منه هو أن شجرة الخروع قد نجدها في بعض الحدائق، وقد يحدث أن يتناول الأطفال ثمارها التي تحتوي على البذور القاتلة، لهذا وجب التحذير من هذا المجهول القاتل. وفي حال التعرض لسم الريسين فهناك بعض الإجراءات التي قد تخفف تأثيره، كغسيل المعدة أو غسيل الجلد بمحلول هيبوكلوريد الصوديوم، خاصة بعد التعرض مباشرة. مع ذلك أذكر أنه لا يوجد ترياق يحمي من سم الريسين، والطريقة الوحيدة لتجنب هذا السم القاتل هو الابتعاد وإبعاد الأطفال عن هذه الشجرة وبذورها تحديدا. دمتم بخير.